أهلا وسهلا بمتتبعين الكرام ومتتبعين قناة شوف تي في. كيفاش صبحتم؟ مزيانين بخير؟ أموركم هانية؟ إن شاء الله تصبح نقرأ عليكم البلاغ وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى الساعة 10 من يومه الاثنين، ليرتفع عدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6226 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 61515، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 61515 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاتي 2756 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 188 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد منظمة السلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كما كتشوفوا معايا البلاغ ديال وزارة الصحة تاع هاد النهار، نطلبوا من عند الله الحفيظ السلامة، حفظ الله وصافي. إخواني، غادي نرجع نقرأ لكم البلاغ ديال وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الاثنين، ليرتفع عدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6226 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 61515 حالة، وبلغ الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاتي 2750 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفاة 188 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد الصحة بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. هذا بلاغ نتاع الوزارة نتاع هاد الصباح، حيث أنه ارتفعت الحالات المؤكدة 153 حالة 163 حالة هاد الصباح، حيث 163 حالة مؤكدة. نتمنى من الله أنه يرفع عنا الوباء. 163 حالة مؤكدة
بفيروس كورونا هذا الصباح. ومع السلامة وإلى اللقاء، ونتمنى من الله يرفع عنا هذا الوباء، وشكرا، إلى اللقاء.